السلام عليكم، اهلا بيكم معايا على قناة وصفات ومنوعات مع فاتن. النهاردة هعمل بقى اكلة سمك لذيذة مقلي، سمك بقى بولتي ومكرونة، خصوصا بقى المكرونة البلدي التحفة دي، بيبقى طعمها لذيذ جدا جدا ومميز، وشكلها كده يفتح النفس كده ولونها ذهبي ومقرمشة، والبولتي كده جميل، والسلطة والرز البني. يلا بقى نروح نشوف هنعملهم ازاي مع بعض، وما تنسوش لايك وشير لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نروح نعمل السمك اللذيذ ده. اهلا بيكم مرة تانية، ودلوقتي بقى هعمل السمك المقلي مكرونة وبولتي. عندي هنا نص كيلو مكرونة بلدي تحفة بجد، لازم تجربوها بقى. وغسلتها ونضفتها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، وشلت الخياشيم. وعندي هنا البولتي بتاعي طبعا نضفته وغسلته كويس جدا بالمية، وشلت الخياشيم وظبطته كده. بصوا سمك المكرونة عامل ازاي، تحفة بجد، وطعمه مختلف تماما عن البولتي، لازم تجربوه. عندي بقى دلوقتي للخلطة بتاعتي عندي عصير ليمونة واحدة، وكمان ثوم مفروم، وفلفلاية مفرومة رومي، ولو عاوزين تحطوا فلفل حار برضو على حسب الرغبة. وعندي بقى التوابل اللي هستخدمها، كمون وملح وبهارات. دلوقتي بقى اول حاجة هعملها، هعمل الخلطة بتاعتي اللي هحشي بيها السمك او اتبل بيها السمك. هنزل بقى بالثوم المفروم كده على الفلفلايه المفرومه، وطبعا الفلفل ده يعني اختياري زي ما انتوا عاوزين. وهنزل بقى بعصير الليمونه كده، ليمونه واحده بس ما تكتروش، علشان طبعا الليمون الكتير بيهري اللحم بتاع السمك، ما بيبقاش متحمل، وطبعا الليمون حمض فممكن يهري، هي ليمونه واحده بس. ورشه ملح كده، ورشة كمون، طبعا الكمون ده اساسي في اي خلطة من خلطات السمك، لازم الكمون اساسي. خلطة جميلة وريحتها تحفة. ورشة بهارات بقى كده، طبعا البهارات اساسي، بهارات السمك. وهقلب بقى كده الخلطة الجميلة دي، ريحتها تحفة. ثوم مفروم وملح وكمون وبهارات وفلفلايه خضراء مفرومه، الفلفل بيدي طعم حلو جدا للسمك المقلي، جربوه هيعجبكم قوي. وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم. ودلوقتي بقى هبتدي احشي السمك بتاعي واتبله كده كويس بالخلطه الجميله دي. هاخد بقى كده بالمعلقة او بايدينا، مفيش اي مشاكل يعني. هحشي بقى كده جوه الراس كده والجسم بتاع السمكة من جوه، واحدة واحدة. ونحاول بعد كده بقى نقفل السمكية علشان الخلطة دي ما تنزلش من السمكة واحنا بنقلي. بجد سمك المكرونة ده لذيذ قوي بجد فعلا، يعني تحفة ومعسل، بس طبعا لما يكون بلدي. يعني في طبعا مكرونة مستوردة دي ما بتبقاش حلوة، والبلدي دي بتبقى موجودة في الشتاء وبتبقى صغيرة كده ومبرومة كده، بتبقى طعمها حلو جدا جدا، احلى بكتير كمان من السمك البلطي. جربوها هتعجبكم قوي. يعني انا في الاول بصراحة ما كنتش باكلها، بس لما جربتها لقيتها ان هي تحفة كده، والشوك بتاعها طري جدا، يعني ممكن كمان ناكلها كده عادي، ما بتبقاش فيها اي يعني تشويكة ولا حاجة، علشان بلدي بيبقى الشوك بتاعها طري جدا ورفيع جدا مش باين، وبجد يعني طعمها معسلة قوي قوي قوي، لازم تجربوها. هتبل بقى انا السمك كده وهرجع لكم، خليكم معايا.
ودلوقتي بقى خلصت تتبيل السمك وهبتدي بقى اقلي السمك بتاعي المكرونة والبولتي. جبت بقى دلوقتي اول حاجة بدأت بالسمك المكرونة، جبت زيت وعلى النار بقى كده لما سخن نزلت بقى بالسمك بتاعي المكرونة ونبدره كده كويس ووش وظهر كده بالدقيق، ونحاول نقفل على الخلطة بتاعتنا التتبيلة علشان طبعا ما تنزلش في الدقيق، ونخلي بالنا علشان ما تنزلش كمان في الزيت، نخلي الفتحة بتاعت السمكة من فوق كده علشان الخلطة ما تنزلش في الزيت، ولازم الزيت يكون سخن زي ما احنا شايفين كده عشان السمكة تتقرمش معايا ببساطة وما تتكسرش وتطرى. ودلوقتي مش هنقلب بقى طبعا خالص لغاية لما تحمر علشان ما تتكسرش مننا. والناحية التانية بقى جبت بصلة مفرومة في حلة على النار في معلقتين زيت علشان طبعا اكرمل البصلة دي وتاخد لون ذهبي كده، وابتدي اعمل الرز البني. ومجهزة الرز بقى كده وغسلاه ومصفياه كويس علشان انزل بيه بقى، ومحضرة الكاتل. ودلوقتي بقى البصل بقى لونه بني كده زي ما احنا شايفين، هبتدي بقى دلوقتي احط التوابل، معلقة صغيرة من الكركم او الكاري، ومعلقة صغيرة كده من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا المعالق الصغيرة دي بتبقى يعني ممسوحة كده، يعني تظبطوا بقى الملح زي ما انتوا عاوزين. وغسلت الرز وصفيته كويس ونزلت بيه دلوقتي، وهديله بقى تقلبتين كده، وجنبي الكاتل في مية بتغلي، يعني يدوبك تقلبتين بس كده، اقلب الملح والكمون والكركم وممكن الكاري للناس اللي بتحب الكاري. وهنزل بقى بالمية اللي بتغلي يدوبك كده. ودلوقتي انا حطيت الملح، واخلي بقى المية يدوبك كده على وش الرز يعني بعقلة صباع كده، على حسب بقى طبعا الكمية اللي هتعملوها. واول ما هيغلي بقى عندي ههدي عليه النار خالص علشان يستوي على راحته، هياخد حوالي يعني ربع ساعة مش اكتر من كده او 20 دقيقة. وهرجع لكم بقى تاني، والسمك عندي شغالة اهو، انا ما جيتش ناحيته علشان ما يكسرش. سيبوه بقى دلوقتي لما تحسوا ان هو احمر خالص هنقلب بقى، وهرجع لكم بقى تاني، هخلص وهرجع لكم وهقفل بقى على الرز كده، خليكم معايا. ودلوقتي بقى هبتدي اصفي كده واطلع بقى المكرونة اللذيذة دي، شايفين عاملة ازاي ذهبي ومش متكسرة وما شاء الله كده مقرمشة وجميلة. نخلي بالنا بقى واحنا بنطلع كده علشان سمك المكرونة سهل جدا انها تتكسر، ويخلي بالكم علشان هي ما بتستحملش خالص، نطلع كده بالراحة. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اشيل الزيادات دي، اصفيها كده بالمقصوصة اللي عندي علشان لو في اي فضلات من الخلطة او من الدقيق ما تتحرقش كده في الزيت. وهبتدي بقى انزل دلوقتي بالسمك البولتي بتاعي على نظافة كده بعد ما اصفي الزيت من الفضلات اللي هي نزلت من سمك المكرونة. والرز بتاعي شغال اهو على النار، مهدية عليه النار خالص، وخلاص 5 دقايق كده وهطفي عليه خالص. وهنزل بقى في سمك البولتي. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وشير عشان يوصل لأكبر عدد. هخلص بقى وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. ودلوقتي بقى خلصت قلية سمك بقى، هبتدي بقى دلوقتي اطلع البولتي كمان واغرف بقى كده الرز علشان اقدم بقى، وهوريكم بقى الشكل النهائي، خليكم معايا. ودلوقتي بقى خلصت الاكلة الجميلة دي، سمك مقلي بولتي ورز بني بالكركم، طعمه تحفة وريحته هايلة بجد، ريحة المطبخ بقى جميلة جدا جدا، سمك مقلي كده ريحته حلوة ويفتح النفس بقى مع شوية جرجير وشوية سمك بقى كده، مكرونة مقلية تحفة بجد، لونها ذهبي ومقرمشة كده زي ما احنا شايفين، لازم تجربوها
وما ننساش بقى السلطة الخضراء الجميلة اللي جنب السمك طبعا، دي أساسية، وشرايح الليمون بقى، بجد أكلة تحفة ولذيذة جدا جدا، جربوها بطريقتي. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد على قناتي وصفات ومنوعات مع فاتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.